مرحبا بكم. Donc, je suis très heureux de transmettre à l'École des Beaux-Arts d'Alger une collection de notre ambassade, de l'ambassade de Pologne. C'est une collection des affiches polonaises qui date globalement de 1955-1985. C'est une collection qui rassemble les ouvrages de 32 artistes de l'École polonaise de l'affiche. Cette collection puisse se trouver entre les mains des enseignants et des étudiants algériens, parce que ça pourra contribuer à l'épanouissement des arts graphiques en Algérie et aussi servir d'inspiration pour les artistes. بداية نتقدم بالشكر الجزير لسفارة بولونيا في الجزائر على هذا الهدية الجميلة جدا والمتمثلة في معرض للأعمال الفنية لفنانين بولونيين، وقد نظم هذا المعرض منذ سنوات وتقرر إهداؤه إلى المدرسة العليا للفنون الجميلة كعربون مودة وصداقة أولا بين البلدين وثانيا بين السفارة والمدرسة العليا للفنون الجميلة. من أحسن المدارس دون ديزاين جرافيك، من أحسن المدارس في العالم. هذا المعرض اللي فيه 75 لوحة رائعين، أنا وجودة هما اللي خيرناهم، دونك كنقول لكم رائعين سيك رائعين، وإن شاء الله لو 12 نوفمبر 12 نوفمبر هذا اللي جاي نديروا معرض كبير مع كل واحد باش طلبة تاعنا يشوفوهم ويشوفهم الجمهور بين